أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل النور من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ نعم، النور من أسماء الله تعالى. النور على قسمين: نور من أسماء الله وصفة من صفاته، وهذا غير مخلوق. والقسم الثاني النور المخلوق: نور الشمس، نور القمر، نور الكواكب، نور الكهرباء، نور السرج، هذا مخلوق، هذا نور مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان في قلب المؤمن، هذا نور، نور من الله، لكنه من جهة الله غير مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وهل المقصود من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ المقصود لا، لكن أنه تقصده الخلائق، نعم يقصد في الحوائج، يطلب منه، أما من أسمائه المقصود لا، ما أعرف هذا، ما أدري. نعم.